لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. المهم اليوم ان شاء الله النهار الثاني ديال العيد طالعه انا والعائله ديالي ان شاء الله كاملين وحباب راجلي حتى هما طالعين ان شاء الله نمشيو لبرشلونه، نمشيو يزوروا معايا برشلونه، نشوفوا برشلونه كيفاش دايره. اصلا انا برشلونه يعني ما شفتهاش بزاف النهار اللي مشيت لها، يعني ما كفانيش الوقت اصلا حتى كون جلست فيها سيمانه ما كفانيش الوقت نشوفها كامله. فتا انا غادي نمشي نشوفوا بلايص يعني اخرين من غير اللي شفناه وشفتهم هما برشلونه. اول مره يعني ندخل لبرشلونه من الداخل، ممكن كيدوزو عليها غير طريق، فطالعين اونسومبل هكايا. مر ما تخدينا اونسومبل كاينه الدواره صراحه طلعت بنينه. خالتي مسكينه هي اللي صابت الدواره وبقت معاها الدنيا، عرفتي انا راني ناعسه، هي ناضت وقرداتها وصوبتها. المهم جيت فين نفيق انا لهلاي خطيها، ما جيت فين نفيق حتى تصابت صافي قوماتها وراه نصباتها كطيب. حنا كنفطرو الدواره كطيب صراحه، ولكن طلعت رائعه تستاهل ديك 8 د الصباح اللي ناضت عليها. كاينه ولا ما كايناش وليد؟ كاينه وي براي الفياق الكريم 100%. اولا اني عرفتي شنو راه صبحنا مدقدقين، لومبيونس ديال البارح والجو ديال البارح، داك يعني الباديه والسكان ديال الماء والدور. كي جاكم خالتي داك الشيء البارح؟ بارك الله والله ليلة واعر واعر. اون بغيف جو بلدي بلدي 100%. تبارك الله قبل العام الجاي ان شاء الله يا ربي. والله جا الجو واعر بلدي حتى جداتي عجبها. والله عمرنا ما دوزناش عيد هكا ياك امي. كي جاك الجو البارح؟ مزيان والله الا واعر، عمري ما شفته في عينيا حتى لهاد النوبه هادي. واعر واعر جو رائع. ما ندماش ما ندماش صافي 40 طون حنايا في لوروب عمرنا ما دوزناش عيد بحال هكا. واعر 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 بزاف بزاف، الجو عائلي 100%. واحد واحد تناغم كان، واخا اول مره يعني عائلتي غادي يشوفوا عائله راجلي وعائله راجلي غادي يشوفوا عائلتي صراحه تفاهموا. سبحان الله تصابوا انهم من نفس القريه يعني كاملين. الا كنتوا عارفين اي تعبدي يعني كاملين حنايا من اي تعبدي، فحنا كاملين يعني شلوح امازيغيين جينا هكايا تناغموا داك الشيء تعرفوا بداو تهضروا على داك الشيء ديال 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 البكري وهذا نغماواتاي. واعر واعر نغماواتاي نايت الغما وشوا وكل شيء وهذاك صراحه داز النهار زوين. انا اول مره غادي يعني نسكي من البير ونشوف داك انا براسي عمري ما شفت داك الجو. الا كانت جداتي اللي يعني خالقه يعني في العروبيه عمرها ما شافتو، راه عمرها ما شافت داك الجو صراحه. جو واعر واعر واعر، حسينا براسنا في البلاد. انا في المغرب وما عمري ما عشت داك الجو، فما بالك يعني كتعيشوا في لوروب ولا في الاسبان صراحه. واعر هذاك التواضع هو اللي كينغم الحلاوه. يعني راه تكون كانت شي بلاصه كلاس ما كناش غادي نحسوا بنفس هذاك الاحساس اللي حسينا به صراحه البارح. داز واعر. ايوا اليوم لبسنا حويجاتنا دوشنا لهلا يوريكم كيفاش كنا ديك توديك هاد البارح. لا توديك يعني تعرفتي جيت برجليا محنين صافي، يعني داك الغبره وداك الدخان ديال التشواط وداك صراحه. لقينا الدم في شعرنا وفكرنا والله العلي العظيم لقينا الدم ولقينا كنت حوايجي خلاص الدم، لقينا الغبره الغبره كتهبط ليا من شعري. ايوا دوشنا وصوبنا شعوراتنا وقادينا وماكينا لبسنا. ايوا دابا غادي ان شاء الله لبرشلونه نشوفوها كيفاش دايره يا المشاهدين يا المشاهدات. برشلونه واش غنقول لكم؟ انا تقاسمت معكم داك الشيء باش تشوفوا كيفاش دايره والله العظيم، باش يعني تعيشوا داك الجو، باش تعيشوا داك الجو ديال الباديه وديك ديال العائله وديال العيد كيفاش جا. ولكن جا عيد حلو، جا بحلاوته مازال تبارك الله ان شاء الله مازال يتعاود بمشيئه الله. بلاصه واعر واعر جداتي والله العظيم الا عجبها، عجبها الجو، عجبها التهلع، عجبها المعامله، كلشي 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 كيجي صراحه بحلاوته، كلشي غزال. كلشي جالسه والطبيعه قدامك وكلشي الخوخ وديال الشجر ديال الخوخ وديال القرقاع وديال التفاح وديال التوت ديال التوت البري ديال كلشي صراحه واعر. واخا ديال المالي بدون حراسه، واخا ديال المالي هادشي اللي قالت خالتي، واخا ديال المالي يعني ممكن انك تهز وتزيد. حنا كنا جايين جبنا معنا شويه بعدا ديال الكاس ندوخو الباروك وصافي. يعني ما كاينش اللي يهضر معاك صراحه، كلشي كيقول لك غير هز كول خوذ. دوزنا جو زوين زوين بزاف صراحه يتعاود. ما يطلبش عليهم يغرس يقطع لهم الشجوره ديال هما تيطلبوا غير ان بنادم ما يغرس ما يهرس لهمش يعني الفرع، ياخذ غير الفاكهه وما يهرش الجدع. ولا كشي هاد الحل اللي درنا يعني زدنا غير بيان سور، حتى كيحتاج 30 عام باش يكبر. كيقول لك هز اللي بغيتي غير ما تهرس ليش الغوص. هادشي اللي كاين داكشي ما تشوف عوينتكم. غزال فن بزاف 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 بزاف. دابا نمشيو لبرشلونه نشوف عاوتاني نوريكم شنو غادي تشوفوا ان شاء الله اليوم.
قسموا معنا النار. خليكم معاك اول مره اللي شفنا هذا الشيء هذا. الله يهديك شي تبارك الله. قال لك هي كبيره اول مره كتشوف داك الجو. انا اول عيد صراحه داز طوب. اول عيد ما حسيتش بصفه نهائيه الغرب الغربه والله ما حسيت بها. الله يعمر هذا ياك بعدا. الله يعمر هذا دار وناس طيبين ناس تن بون فامين بون فامي سي با. كيفاش عاملوا؟ شوف تبارك الله عليهم عجبوني بزاف. عام انا قالت لي امي هادو هما الناس فوالا. وي وي المهم ما كتعرفش تكذب سي با مونتي الناس ديال العشره تتقول لي كاين تتقول العشره الناس هما ديال العشره نيشان صراحه. انا داكشي اللي كيعجبني حتى انا داكشي اللي كيعجبني كيعجبني العائله تكون هكا منا ودوبلنا وشربنا وضحكنا واكلين ناشطين ضاحكين صراحه والله. زعما العائله ديال فهد كاملين ما قصروش من جيتهم ناس هيا جداتي كتقولها ناس طيبين التعامل ديالهم طيب. كيفاش عاملوا معنا كيفاش كبروا بينا كيفاش صراحه حنا كنا غير جالسين والله ما نكذبش انا زعما الله كنا غير جالسين ما درنا والو انا قليل فاش تحركت والمشكله اننا حنا ما عارفينش يعني داك الجو ديال الفيرما. انا عمرنا ما درنا في الفيرما ولا عمرنا انا شكون اللي عجبني هو بين خلفاد فرانشمون سيتي ان سوبر سوبر ميك. هو اللي تكلف كلش هو اللي دار الشوا هو اللي دار كلشي تيديرو بالقلب صراحه. مسكين كان جالس قراكم شفتوا في الفيديو جالس مقابل والله الا هو اللي عجبني انا عجبني وتيضحك وكل المهم دابا جينا لاروكا فيلاج الا كنتو سامعين بها عامره بلي ماكازا. المهم خلوني نصور لكم الدخله ديالها شوفوها معايا نيت بان لي شي زوين من الاول راه مو خالتي الماء صباب وزيدي صباب تغاوما في كوكو لي مارك كاع لي مارك اللي ممكن انكم تخيلوهم كاينين هنايا كاع لي ماكازات كاينين. على ما فسر لي فهد انهم فيلاج يعني دايرين فيه كاع لي مارك اللي ممكن انكم تصوروهم اي ماركه يعني تحطوها في دماغكم تشريوها غتلقاوها في هذا الفيلاج هذا. المهم حنا كنديرو الستيل ديالو صراحه زوين الستيل ديال ديالو كامل انا عجبني زاد ديال لي بالكون ديالو المهم كندورو شويه بشويه كيف خير وكنتو معايا شواغوسكي انا تسرزق هنايا تسرزق مينوس Oh,
بزاف بكم كنتو كتطلبوا مني الايلاينر اللي كنديرو. تمشي للدار ونوريكم لا مارك وحتي ما ندير لكم شي توتوريال كبير كلشي فيديو ان شاء الله بيه. واعر واعر البنات حسيت كيطلع الايلاينر كتكونوا لاحظتوها واعر تمشي ووريكم. البنات بلاصه غزاله دايره فيها الورد وكليسه باش نقول لكم داكشي تيكتيك رومانسي. شوفوا الورد اللي دايرين ندور نسقف الورد هذا. المهم ما نكذبش عليكم انا جاني الجوع مشينا تفرقنا انا و دبرتي بلا كلاص تفرقنا انا وولد خال دخل فهد ومرته رجعت مني مشاو دبروا على واحد لي شوسو معمرين بالفرماج عطاتني واحد الطريف زاد شهاتني جابت لي الجوع. اما انت جالس كضرب في لاكلاص يا النمس خالي تا هو مشى دبر على راسه في لاكلاص. لا علاش هادشي انا ما حماش انا خصني نمشي ندبر على راسي نشوف ما ناكل. المهم حنا دابا ضربنا دوره جو بونس وصلنا لافان ديال هذا. شوفوا انتم مونيكا كتجري ها البنات. المهم دابا يلاه سالينا اش غنقول لكم
لحسنا التفاصيل. المهم غادي نشرب القهوه باش نشدو الطريق، لان الصراحه غير كلينا جاتنا التخمه درجه. خالي قال لي هذه هي التخمه، قال لي هذه هي التخمه ياك واليد، هذه هي التخمه تخمه قال لي هذه التخمه. صراحه شبعنا، نشربوا قهوه باش نشدو الطريق ان شاء الله. دابا سالينا سالينا سالينا، داز النهار صراحه زوين، العشاء كان زوين، الدوره كانت زوينه، مساريه زوينه. وباكا وباكا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون الاعجابكم. تهلاو فراسكم بزاف، تلقاو ان شاء الله فيديو قادم. بقاكم بصحه وسلامه. على السلامه.